نتمنى هذه المره الخدامه تكون مزيانه، ونتفقوا كل مره يجيبوا لي خدامه ما نتفاهمش انا وياه. ايوا تنتعصب، تي راك عارفه حتى نتعصب راه تيعصبوني، راه تيجيو ما تيعرفوا حتى حاجه، نهار يوليو يعرفوا عاد يبغوا يمشيو في حال. ايوا ان شاء الله. يلا هيا قربوا تجي المراه، شوف شكون شوف شكون هما. واقيلا جات البنت هي هي امها. امي زيد دخلي دخلي، انا وراك امي. واه دخلي نسد الباب، نسد الباب باش علاش ما سديتيش الموزيد ديالي هذا في الحويش. طلعت بغيت نموت، كي دايره لالا كي دايره؟ لالا بونجور، تفضلوا تفضلوا تفضلي انتي وبنتك. تبنتك فين نجلس؟ نجلس هنا. واخ اجي ستي حدايا. اش ها هي مويتي غادي نموت. هاد الكرش كاع حكات ليه وما تعرفوش. بسمك الله ما بقيتش عقلت على سميتك، قال لي السيد ما بقيتش عاقل عليها. ايوا فاطمه واخا. والبنت شنو سميتها؟ سعاد. واش بعدا حادقه ولا غير يبغيو غير يقول لك راه حنا نجيو هذا؟ بايته خدامه. ايوا غنشوفوا هاد الخدمه ديالتها. المهم انا راه ما عنديش بزاف ديال الخدمه، راه عندي كلشي المواكن، كل الدار عندها بالمواكن ديالها. ما عندها ما لا ماشينا لافي سبيغاتور، لا ماشين ديال الكافي ديال الروز ديال الخضار، كلشي عندي كلشي كلشي كلشي. يعني هي طيب ما غتوصلش ليه. نقلو شويه قشوع، الارض تمسحها وشويه تعدل النوامس ديال الدراري ديال مولاي عبد الحفيظ والبنت لالا لطيفه. صافي هادشي اللي عندها. تغسل غير بحال هكا شي طبيسلات، لا كانوا جوج طبيسلات وجوج كويسات ولا شي حاجه، هذاك الشيء اللي كاين. ايوا شنو قولي لي الثمن؟ لا 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 راه 14. الثمن بزاف بزاف الثمن. انا نجيك من الاخر 5000 فرانك، يعني 5000 فرانك هي هي 500 درهم ولا هي هي 10000 ريال ديال نتوما تعرفي تعرفيها الريال 10000 ريال. صافي 10000 ريال ما نفوتهاش ما نفوتهاش الحاج ما نفوتهاش. ايوا واش غادي نقول لك؟ لا كنتي غتكسيها وتصبطيها وقلتي 10000 ريال. ايوا ما عندي ما نقول، انا بغيت تبقى شويه قريبه ليا ونشرط عليكم من هنايا بلا ما تبقاي تجي عندي خيطي بيطي عندي لهنايا. ما نبغيش هذاك الشيء. العطله راه غادي تشد ان شاء الله في رمضان، حيت انا تنسافر انا والمول الدار تنسافروا برا. رمضان غتجي عندكم هذاك الشهير تجلس عندكم صافي. وهذاك هو الشهر ديالها راه مخلصه فيه، غنخلصوا لك. قلتي ما نشوفهاش لي واش غادي ندير؟ كيجيب لكم ما تشربوا، واش هتجيب لينا شي حاجه تشربوا؟ شحال ديال الصهد شحال ديال الصهد يا ويلي. هذا هما ياك لاباس عليه، ما عندهم فيلا ما عندهمش هذيك اللي تيقول لك كليمه. خليونا حنايا العروب كي تنتشويو. هانتي شوفي لك لاله تولدني، هانتي تولدني و باقي لك وجهها كتيشعل. شوفي انا الكلف شادني، انا الولاده انا ولده ولا ولده بحال ما عرفتش غادي يديروا ليا. مكتوب الله تيتصرف. بقى تتولدي ما عرفتش تتولدي تولدي في بلاد ادم العذاب. اش غادي ندير؟ ما نقدرش. قالك حرام حرام ديري هذاك الشيء ديال سميتو. هادي الكرش الثامن اش غادي ندير؟ انت سي طبا بقات عندي صحه بقات عندي صحه بقات عندي صحه. وتبيعوا فيا وتشريو فيا امي، ما كفاكش امي. شوفي هذوك اللي حرقوني، شوفي داروا ليا من تم نسينا امي وانا تنشقى وانا تنخدم على الديور. ما بغيتوش تعياو. علاش ولدتيني يا ربي؟ لما ديني يا ربي قاصتي من هاد الدنيا يا ربي يا ربي. علاش عطيتيني بحال هاد الكره هاد الارض كلها اللي في شفتها في التلفازه؟ ما كاين دوالك بزاف ونزاد عد هادو مكحطيني. لا تعيتهم شكون غادي تشوفيش بيا دابا؟ وليت كتجقله شكون غياخد خدامه؟ انا واختي من نهار دزنا من نهار نضنا وحنا تنخدم وحنا تنضربو في التماره. انا ما عليناش الله ما عليناش حنا نعيشو. دابا هانتي غتمشي دابا تشدي الفلوس وتمشي بحالك وانا نبقى في العذاب معاها. تسابي هاد الهضره اللي تتقول لك كلها غادي ديرها، راه غادي تدوز عليا الصراط المستقيم. راه ما تخلي مت غتحك ليا الراس ديالي تحكو ليا مع الجليج. راك شتي انت هادي هادو حارقيني الاخرين اللي حارقيني في ظهري حارقيني في بلايص اخرين ما نقدرش نعريهم. راك وي وكرك ما تت ما تت ما تتحشميش. راك انت قالت لي هادي قالت لك اذا سريفه فيها البلاطه تحط لي الطبسي
ديت تاكلي فك المالطه الله يستر من شبعتي من دارك تشعل اسمع شويه كلينيكس هي ما تشوفنيش راه جا ما تجيني عيب باش ناخذ قدامها هذا تي راه كلينيكس شنو خونت انت تي خونتي خونتي بحال ما عرفتش غادي تفضحينا يا خويتي هاكي تي خدي خدي كلينيكس خدي شوفي كلي ها البواطا كي دايره انت شوفي فضي لك مع راسك يلا ايوا سمعي ليهم داكشي اللي قالتو لك لالا كديريه عبينا فيها قبيحه اش غادي ندير مع الناس السهر ها من وحده لوحده غادي تجيب لينا ماتش عرب شنو التخربيق هادشي قلت لك هادي تنس كافي ولا شنو هادشي هاد الحلويات هادي فكرتني في خالك يجيب لينا هاد الحلوى هاد الشكلاط اللي خلقينا فيه الشراب لداخل مثلا ناكلوه كاع تيجيبو من فرنسا هادي ودي الجوع هاك سميتو انقاو الجوع بحال كوميساريه الله يستر هانتي عندهم شاد علي انا مولفاه وهادوك علي لاباس عليهم بحالكم تقالي تعنكر علينا ديك الفراشه دير راسها ما عرفتش شنو بحال داخل هاد وكيل الملك ام خوتي ما نجيبش الشتك هانتي كورونا هانتي تصاوبيه الكورونا في العروبيه ها ولا واخا نديرو هذاك تبقى عروبيه عروبيه شوفي الخبز كي داير الله ما يقدو يصاوبو بحالها غير طايره غادي ندير فيها جوج جغمات يسالي تقدر نقدمها لعباد الله شربي شربي تاتي ها شوفي هذا توحشي هذا الخبز غنخلي لك واحد جوج خبز تجيبها انا جايبه معايا الخبز وجايبه معايا المندارين عارفه ما غناكل عندهم حتى حاجه هذا طبخ الشيكي كش دايرين الفلوس ما ياكلوش الطعام قالت غادي جايه تبيكي لينا في فورمه ها هي اللي هذا الفورمه صبري يا بنيكتي صبري انتي اختك هما اللي هازينا باش نقلب هادوك الدراري اللي باقين امي راني تنتعذب امي تحبي هاد الفلوس نجبدهم تساهلي راه تجبدوتي تجبدو من العافيه امي صافي بركه من الميلاد امي كل مره تقولي هادي هي الاخره هادي هي الاخره هادي الاخره غادي حنا نتقاداو ويتزادوا هادو تا هما ويشدوا بلاصتنا بحال اللي راه حنايا في الحكومه بحال اللي غنشدوا الكراسه بحال اللي في المجلس النواب امي علاش علاش امي هاد بنادم علاش علاش ما كنتيش قاضينا امي الا ما كنتيش تقدروا على بنادم علاش علاش الا ما تنتفرج تفرجوا بزز تفرجوا في نص الفيلم وتقول تنوض ترقدي نوض ترقدي غدا تفيقي بكري نبضك مع النبور نوض صوب هادي وصوب هادي وصوب هادي تصحك الكابينة نصبح على الكدي على الكواب نغسل فيهم ديال سيادي بحالي انا بحالي خلقتها على حسابه يا ربي لما تقبصني يا ربي يا ربي وخليكم نشوفكم فاش غتعيشوا غنشوفكم ديك الساعه شنو غادي ديروا من قبصني انا اختي غنشوفكم شنو غادي ديري الدري اللي كنخليك تتسميها هاد المره ما تقلقيش ما تقلقيش يا كاين حيدت التوما شكون غادي يعاونيه اش غادي ندير اش غادي ندير داكشي مكتوب الله ابوكم مره ما خدام مره ما عدوش هذيك الارض راه هادشي شي ما تصب الشتاء حنا كرهنا ليكم فيها وهي راه صنبغوا الفلوس اش غادي ندير بغينا الفلوس يلا الخبز جا انا تندبوز بيه كون جيب لنا كاس ديال الماء احسن من هادشي يلا هي جايه هادشي يلا دز بخير يلا بنكسي يلا سلام عليك تهلاي في راسك تهلاي في هاد المرا تهلاي في ناس يلا نشوفك ان شاء الله في رمضان يلا بسلامة 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 ما تسلميش عليا امي بسلامة سير سير سير